مجنون اللي يفكر بالخلفة يبقى عنتر ويقولوا عليه جامد ومتين. قالوا مجنون اللي درس لفصل في 200 طالب ويطلع فيه 3 ناجحين. قالوا للي معاه 7 عيال لتشكك من البقى المكان بلاش وكفاية 2. قالوا مجنون اللي يريح عالفرش جوه قطه وعنده 10 عيال صحيين. قالوا مجنون اللي يفكر ياخد لولاده شقة أو أوضة سنة 2030. قالوا مجنون اللي يحلم ان احنا هنبقى اجمل لو بقينا قد السين. التعبان في فين؟ وصلنا ل90 مليون ومكملين. العداد ما بقاش فيه خير.